هنعمي شوية أبر بادي منيح، نرفع درجة حرارة الجسم لأنه راح نستعمل إيدينا كتير. نحرك شوي شوي، هلا نبدأ إلى وراء. التمرين راح أعملها هلا الناس اللي عندها مشاكل باللور باك بأسفل الظهر أو ظهرها من فوق، إذا بنعملها نقوي عضلات ظهرنا هلا هون راح نستفيد منها كثير، راح نتجنب الإصابات اللي راح تصير معنا، راح يخف أوجاع ظهرنا. هلا هون دائما زي ما بحكي لكم دائما أهم شيء نرفع درجة حرارة جسمنا، جسمنا بيكون بارد. مبدئية الإحماء إنه إحنا بنتجنب الإصابات اللي حتصير معانا أو الشد العضلي ممكن يصير معانا، يعني أكيد على جهتين راح نشد ولكن شد عن شد بفرق. هلا هون 1 2 3 4 5 اوكي. هلا بلش اول تمرين بنسميه بير دوغ، بشغلين عضلات اللور باك لمبر سباين وبشغلين عضلات الجلوت. طبعا هنعمل حركه اسمها كات كاو على ايدي وعلى ركبي، حمد رجلي الشمال برفع ايدي اليمين عكسها دائما وراسي ما يكون بهاي الوضعيه، لازم يكون ستريت. وراح اعد للعشره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا راح ابدل ايدي الشمال مع رجلي اليمين، حرفع رجلي اول شيء بعدين ايدي لفوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9. راح اثبت. هلا حمدل يمين شمال، حنعمل 14 تكرار، هعمل 1 وبنزل مكان 2 نفس التمرين سون دايناميك عم نعمل، عم نتحرك 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 كمان 2 3 4 وراح نريح شوي، ناخذ نفس بريح ايدي شوي. هلا راح نعمل تمرين اسمه بلانك، بس ما راح نعمل هاف بلانك اللي هو على كواي، حنعمل فول بلانك على ايدي. جاهز يا كوتش؟ ليتس جو. حنشوف كوتش مريم يرفع ظهري لفوق شوي، بنزل راسي، بعمل سكويز على الابس. طبعا هاي الوضعيه دائما الناس بتفكر انه ظهري لازم يكون نازل لتحت، لا هاي الوضعيه غلط، انه ظهري يكون ستريت او نازل لتحت. لازم هاي الوضعيه ارفع الهب شوي وارفع ظهري، انزل راسي كمان كوتش من عند جبيني يس، وبعمل سكويز على الابس اللي هي بعصر هاي المنطقه، منطقه البطن 1 2 3. دائما رجلي فاتحين مش على مستوى كتافي، شوي اوسع 4 5 6 7 8 9 بس. هلا راح نعمل انا وياكي يكون وجهنا لغاد، حنعمل سايد بلانك زي ما انا، وراح اطلع لفوق راح اعد للعشرة 1. طبعا بنقدر نعمل ايزي اوبشن اللي هي بخلي ركبي على الارض زي ما انتم شايفين، بس احنا راح نعمل اصعب شوي 4 5 6 7 8 9 10. حبدل الجهه الثانيه، راح تشوفوا الايزي اوبشن. هلا بقدر اخلي ركبي على الارض واطلع لفوق، هاي الحركه الطريقه الاسهل اللي ممكن نعمل فيها هذا التمرين. الاصعب نرفع حالنا للاخر يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح اريح، ناخذ نفس ريح ده شوي. هلا راح نعمل تمرين لللور باك لللمبر سباين، خاصه للفقرات القطنيه، تمرين بنسميه سوبرمان لانه مشكلنا بيكون واحنا على الارض زي سوبرمان اللي بيطير. اوكي بطني على الارض، ما بدي اخلي ايدي قدام، ايدي على الجنب هون،
راح ارفع رجلي من وراء وجسمي من قدام. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، كمان واحدة، عشرة. وهنريح. حطها فوق. أنا والوضعية هاي راح أعمل ستريتش للور باك، نريح ظهرنا شوي. هذا الاسترتش الناس اللي معاها ديسك او بدايه ديسك او عندها اوجاع في اللور باك، هذا التمرين راح يريحنا كثير. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. راح اطلع فوق على مهلي شوي شوي وارجع كمان مرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. راح اطلع فوق، حضل بنفس الوضعية على رجلي وركبي. حنعمل شيء اسمه ريتراكشن وبروتراكشن، بضم الوحدتين كتف على بعض بعدين بفتحهم. حننزل لتحت باللور باك، بعدين راح اطلع شوي شوي كوتش لفوق. يس، برضه هاي الحركة الناس اللي عندها اوجاع بظهرها نقدر نعملها، راح تريحنا كثير. اثنين، كمان ثلاث، جود، أربعة، كمان تنتين، خمسة، كمان واحدة، ستة، وراح أريح. هلا راح أنام على ظهري. نحن نعمل، حنلمس كعابنا يمين شمال. واحد، اثنين، راسي بضل فوق. ثلاثة، بضل شاد على المنطقة هذه اللي هي أعلى البطن. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هلا راح نعمل تويست. طبعا الايزي اوبشن راح تعمل الكوتش مريم، هتخلي رجليها على الأرض. أنا راح أعمل تمرين بشكل أصعب، بس حرفع رجلي لفوق وأشتغل. جو. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، وراح أريح. هلا حنعمل تمرين اسمه تو تاتشز. حنلمس. طبعا الناس برضو اللي عندها وجع بأسفل الظهر صعب تعمل هذا التمرين شوي. كوتش مريم حترفع رجليها بهاي الطريقة فوق. يس، وحنطلع. جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. 5 more. 1 2 4 5. وراح اطلع. ريح ايدينا، هعمل استرتش شوي لايدي. طبعا التمرين اللي عملته انا بنقدر نعمل كل تمرين من جولتين لاربع جولات، والتكرارات يكونوا بين 15 و25 تكرار. حبدل الشمال، هلا لورا، اخر اشي. يعطيك العافيه كوتش. طبعا هيك انا كوتش مريم بكون خلصنا تمريننا اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها.